جرت مساء أمس في برلين مسابقة الأغاني إيشو التي تعد من أشهر المسابقات الموسيقية في ألمانيا. المغنية الأمريكية لانا ديل راي كانت من بين الحاصلين على جوائز إلى جانب لينكن بارك، إضافة إلى واحدة من أهم الفرق الألمانية الموسيقية المشهورة في العالم ديو توتنهوسن. المغني السابق في فرقة يد زبلن يقول: بما أننا استطعنا إلهام الناس كفريق أو بشكل فردي فهذا يعتبر إنجاز كبير. إلهام الناس بواسطة الموسيقى شيء رائع بالنسبة لي.